مساء الخير يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا معاكم ان شاء الله في امتحان الاند راوند اللي جاي. سهل يعني. اهم حاجة في الاند راوند ان انت تكون مذاكر نظري كويس، سواء للأسئلة اللي هي اللي هتبقى على الصورة او للكيس سيناريو اللي ممكن يجي. نعرف اهم حاجة، تعرف كل صورة سبوت دايجنوسس وتضمنها الأول، وبعد كده تقرأ التوبيك النظري اللي ريليتد ليها. يعني هنتكلم شوية عن شوية صور كده. لو جينا بصينا للصورة دي، لو أنا بذاكرها لأول مرة ممكن معرفش هي إيه، لكن هحاول أوصفها الأول وبعد كده أوصل لدايجنوزس. أنا شايفة في جريش سبوتس أو نوديولز على باك جراوند بيضة. لو بصيت شوية او ركزت شوية في الصورة هلاقي فيه جزء اسود على ايدك الشمال كده كيرفد. الجزء ده بيمثل الكورنيا، بس هي الصورة طبعا مش كاملة، بس احنا هنحاول نتخيلها. يعني يبقى الباك جراوند البيضة دي ده الجزء بتاع السكليرا. يبقى الجريش سبوتس او نوديولز اللي ممكن تبقى موجودة على السكليرا دي بيتو سبوت، بتحصل بسبب الفيتامين اي ديفيشنسي. ممكن نتسائل على الـ other manifestation of vitamin A deficiency، ان هو بيأثر على الـ eye، على الـ skin، بيزود الـ risk of infection. على الـ eye هيعمل حاجات تانية زي الـ xerophthalmia، ممكن يعمل night blindness و corneal ulceration اللي ممكن لو العيان أهملها تدخله في pain of thermites و blindness. يعني ده واحد من أشهر الأسباب اللي ممكن تعمل blindness. على السكين يعمل هايبر كيراتوزس دراي سكيلي سكين، زي ما عمل دراينس في الاي هيعمل دراينس كمان في السكين. طيب ده كده بالنسبه للصوره دي. طيب نبص على الصوره دي برضو، مش هقول دايجنوزس في الاول، هحاول اوصفها الاول وبعد كده خلاص عرفت الدايجنوزس، يبقى لما تجيلي في الامتحان هقول ان دي كذا، بس انا في الاول لسه بذاكرها فهعرف الوصف بتاعها ايه. انا شايفه الطفل ده في عنده ديرماتايتس او في انفلاميشن في السكين بتاع الفيس، في وكمان في الترينجل بتاع النك كده، مكان بيقولوا ان هو بتيجي يعني الديرماتايتس في السان اكسبوزد اريا، زي الفيس زي النك، ترينجل بتاع النك، ممكن تيجي كمان في الارمز. ده غالبا بيحصل بسبب ايه؟ النيكوتينيك اسيد او نايسين ديفيشنسي او فيتامين بي 3 ديفيشنسي. طيب ايه الباقي البيكتشر بتاعت الفيتامين بي 3 ديفيشنسي؟ هو بي 3 فهو ديزيز اوف 3 ديز، اللي هي ايه؟ اللي هي الديرماتايتس، الديمنشيا والدايريا. طبعا الصوره دي هما اتنين، واحد اثناء الديزيز، واحد بعد التريتمنت. في الصوره الثانيه الطفل اتحسن وبعد ما ادينا له نيكوتيناميد المانيفيستيشن والديرماتايتس اللي عنده اختفى. يعني طيب لو جينا برضو نبص للصورة دي هنلاقي في inflammation و fissuring عند the angle of the mouth، هنلاقي في redness و inflammation في التونج و inflammation برضو في اللبس. يبقى ده وصف الصورة، angular stomatitis وفي glossitis وفي kilosis، الثلاثة دول مع بعض picture of riboflavin deficiency أو vitamin B2 deficiency. دي برضو في angular stomatitis، يبقى ده برضو vitamin B2 deficiency. طيب لو بصينا للصورة دي طبعا كلنا عارفين انها اديمة. هنا الدكتور بيعمل حاجة اسمها 1 minute pressure test، بالتو thumbs كده بيضغط على يا اما على الدورزم of the foot يا اما behind the medial malleus يا اما على the chain of the tibia، لكن في الصورة دي ضغط على الدورزم of the foot لمدة دقيقة وبعدين بيشيل ايده عشان يشوف في اديمة ولا لا. فطيب هنقول ان هي اديمة، بس لا، احنا لازم نقول ان هي bilateral lower limb اديمة for differential diagnosis. وطبعا لما نيجي نكتب differential diagnosis هيبقى بتاع generalized اديمة، لان هي اللي بتعمل bilateral swelling او اديمة، اللي هو سواء بقى كانت cardiac او renal او hepatic او nutritional او engineering. مع مثال كده جنب كل واحدة، الكارديك هنقول ان هي congestive heart failure، رينال زي النيفراتيك والنيفراتيك سندروم، الهيباتيك liver cell failure، ونيوتريشنال مثلا زي المال absorption او السيفير مال نيوتريشن. امتى بقى نعرف امتى تبقى بيتنج وامتى نون بيتنج؟ البيتنج مع الكارديك والرينال والهيباتيك، والنون بيتنج مع الليمفاتيك obstruction
او الليمفيديما. ده كده بالنسبة للصورة دي. طيب مهم جدا بقى، دي طبعا واحدة من ضمن صور الكلابينج. مهم جدا نعرف الكلابينج، اسبابه، انواعه، الديجريز، مهمه جدا جدا الديجريز بتاعت الكلابينج. علشان كده هقول بس كل صوره سبوت دايجنوزس ونرجع نتكلم شويه عن الكلابينج. دي كده سبوت دايجنوزس، هنقول ان هو ده دراماستيك كلابينج اللي هو الثيرد ديجري بتاعت الكلابينج، وده برضو دراماستيك. هنا بيعمل حاجه اسمها ويندو تيست عشان برضو يعمل ديتكشن للكلابينج، وده كمان ويندو تيست موريني ان في اوبليتريشن للانجل اللي بتوين التو نيلز. تمام ماشي. نرجع نتكلم بقى شويه عن الكلابينج. هو الكلابينج ده اصلا بيحصل ليه؟ علشان حصل بروليفريشن للكونكتيف تيشو اللي موجود تحت النيل. طيب البروليفريشن ده بيحصل ليه؟ بسبب يا اما اسكيميا، يا اما بيحصل بسبب التوكسيميا او الهايبوكسيا، يا اما بسبب التوكسيميا او الهايبوكسيا. طيب بس كده؟ لا، مش اي هايبوكسيا تعمل كلابينج، لازم تكون كرونيك هايبوكسيا او كرونيك توكسيميا. الهايبوكسيا هتعمل النوع اللي هو بتاع البلو كلابينج او الساينوتيك، والتوكسيميا هتعمل البيل كلابينج او الاساينوتيك كلابينج. طبعا في انواع تانية زي اللي هو الاكيوبيشنال او الميسرينيس، بس دول اشهر نوعين. نعرف بقى اللي هو طبعا اسباب الكرونيك هايبوكسيا او اللي هو الساينوتيك كلابينج هي نفس اسباب السنترال ساينوزس، عشان هتقابلنا صوره تانية سنترال ساينوزس. فهم واحنا برضو في امتحاننا جالنا الصورتين جنب بعض اللي هو بتاعه السنترال ساينوزس والساينوتيك كلابينج، لان الاثنين ممكن يحصلوا مع بعض. الديجريز بقى بتاعت الكلابينج عشان نفرق ما بينهم، في عندنا الفيرست ديجري اللي هي جاست بيحصل اوبليتريشن للنيل بيت، هتلاقي ودي بعملها ديتكشن بقى بالويندو تيست زي ما احنا شايفين في الصوره دي، اللي هو جاي بالبوث نيلز اوبوزيت ايتش اذر كده، ومفروض ان النورمالي بيبقى فيه الزاويه اللي هي اسمها لوفي بوند انجل اللي ما بين البيز بتاعت النيل والادجيسنت سكين اللي تحتها، بيبقى عامل زاويه 160 درجه، بحيث ان انا لو حطيت البوث نيلز اوبوزيت ايتش اذر كده ببقى شايفه في نور معدي ما بينهم. لما بيحصل اوبليتريشن للانجل ديت بسبب البروليفريشن للتشو اللي تحت النيل بتبقى 180 درجه، فما بقدرش اشوف نور معدي. تمام كده؟ دي كده بعتبرها فيرست ديجري. وبرده بيبقى في الحاله دي بيبقى الفلكتويشن تيست بيبقى بوزيتيف. السكند ديجري اللي هي بتاعه البارت بيك، انه البروليفريشن بتاع التشو حصل في اللونجيتودينال اكسس بس، ماشي، لسه ما وصلش للباقي الدوران بتاع النيل يعني. فدي كده تبقى سكند ديجري اللي هي البارت بيك. الثيرد ديجري اللي هي الدرامستيك زي ما احنا شفنا في الصوره اللي قبلها، دي كده درامستيك. حصل البروليفريشن في كل الدايمنشن بتاعه النيل. الفورث ديجري ده بيبقى عباره عن درامستيك حصل معاه بالمونري هايبرتروفيك اوستيوارثروباثي. ده بالنسبه للديجريز بتاعه الكلابينج والويندو تيست سريعا كده يعني. طيب زي ما قلنا زي ما قلت لكم يعني ان الساينوتيك كلابينج ممكن يحصل معاه سنترال ساينوزس كمان. فالصوره دي انا شايفه ايه؟ لو هوصف انا شايفه في بلو تانج، بلوش ديسكلاريشن في التانج، ده كل اللي انا شايفاه في الصوره. والساينوزس هنا بتشاف في يا اما ده كده سنترال ساينوزس. تمام يبقى الدايجنوز هنا سنترال ساينوزس، يا اما بتشاف على الابر سيرفيس بتاع التانج او اشوفه على الاندر سيرفيس بتاع التانج. الساينوزس بيحصل ليه؟ علشان نسبه الريديوسد او الليفل بتاع الريديوسد هيموجلوبين في البلود زايد عن 5 جرام بير دي سيليتر. طب ايه النورمال رينج بتاعه؟ من 2.1 ل 2.4 جرام بير دي سيليتر. تمام. انواع الساينوزس الثانيه ممكن تبقى سنترال ساينوزس او بريفيرال ساينوزس، ودول اشهر نوعين، ونعرف الديفرنشيشن ما بينهم يعني. وممكن يبقى بقى في عندنا حاجه اسمها كيميكال ساينوزز اللي بتحصل مع بعض الدراجز زي النايترايت تريتمنت. ممكن برضو في الديفرنشال ساينوزز. الديفرنشال ساينوزز ده اللي هو بيبقى ساينوزز في اللور لمب بس، ما بلاقيهوش في الابر لمب.
ده ممكن يحصل مع لو البيشنت عنده بيتنت داكتس ارتريوزس مع بالمونري هايبر تنشن مثلا. طيب هتكلم بس عن الصوره دي اللي هو كسنترال ساينوزس اسبابه ايه. من الكورديك اشهر سبب اللي هو الكونجنيتال هارت ديزيز وذ رايت تو ليفت شنت زي الايزنمنجر زي الفالوتترالوجي او الفالوتريالوجي. الشست السي او بي دي او مثلا انترستيشيال بالمونري فايبروزس. وقلنا ان السنترال ساينوس بيتشاف في التنج ده اشهر مكان. ممكن بقى بعد كده اشوفه مثلا على الانر اسبكت بتاع اللبس او في التابس بتاعه الفينجر او التوز يعني. باقي السنترال ساينوسس ممكن يبقى معاه ايه؟ ممكن بما ان هو بيحصل بسبب او النوع ده اسمه هايبوكسيك هايبوكسيا، فهو بيحصل بسبب الهايبوكسيا، والهايبوكسيا بتعمل فازو دايليتيشن في الكابيلاريز، فهلاقي الهاندز بتاعه البيشنت ده وورم تمام. مشكلته الهايبوكسيا، فالاكسجين ساتوريشن عنده هيبقى له اقل من 80%، والعيان ده بيتحسن جدا لما بديله اكسجين تريتمنت. لو جينا بقى نبص على الصورة دي، انا شايفة في نوديولز او ريد سبوتس على البلب بتاع الفينجرز او على البادز بتاعت الفينجر تمام. النوديولز دي اسمها اوسلرز نوديول. بتحصل في ايه؟ بتحصل في حالة الانفكتف اندو كارديتس. طيب في حاجة تانية ممكن تلخبطني معاها، بس ان شاء الله مش هنتلخبط عشان هنعرف الفرق دلوقتي. دي كده برضو حاجة ريد. شايفاها فين؟ شايفاها في البول، ده اشهر مكان، وممكن برضو تيجي في الفينجرز. بس الفرق هنا دي كبيرة شوية وفلاتند، فدي اريثيما، حاجة اسمها جينوي اريثيما. بتيجي فين؟ بتيجي في البول او في السول، لكن هنا جاية في البادز بتاعت الفينجر نفسها، وبتبقى اصغر شوية. فقال لك ان اللي هي الأصلر صغيرة فبتيجي في مكان صغير شوية، لكن الجنوي ريثيما هي كبيرة فبتيجي في مكان كبير. دي بتحصل مع الانفكتف اندوكارديتس، من أشهر الاسكيم مانيفستيشن اللي ممكن تحصل مع الانفكتف اندوكارديتس. ده نتكلم سريعا كده، عين الانفكتف اندوكارديتس ده عين بيكون عنده في الأساس بريزبوزينج هارت ليجن، حصل له انفكشن بكتيريميا في البلاد، وصلت للهارت ليجن دوت سواء كان VSD او BDA او valve disease، عملت vegetation على الفالف، وبعد كده الفيجيتيشنز دي ابتدى يحصل لها dislodgement وتروح في الكابيلاري تعمل septic emboli، ومكان ما هتروح هتعمل الorgan manifestation. العين ده يا اما بيجي بcardiac manifestation يا اما باextracardiac manifestation. اشهر حاجة في الcardiac manifestation بما ان هو كان عيان اساسا فالف ديزيز قبل كده، فكان عنده مسموع عليه مرمر بتاع الديزيز ده، بتاع الفالف ديزيز ده. فلما الاقي حصل تشينج في بريفيوس مرمر او ابييرنس اوف نيو مرمر او اللي هو السيجال مرمر بقى، ده يعرفني ان العيان دوت حصل له انفكتيف اندوكاردايتس. عين بقى المانيفستيشن بقى بتاعت الاكسترا كارديك سواء بقى زي السي ان اس، زي ما قلنا مكان ما هتروح السبتك امبولاي ديت او الفيجيتيشن، هتروح سبتك امبولاي هتعمل مانيفستيشن سواء على السي ان اس او رينال او بالمونري امبوليزم او السكين مانيفستيشن. بالنسبه للصور دي لو سال ممكن يسال على الاذر سكين مانيفستيشن في البيشنت ده، هيكون مثلا هلاقي عنده بيربرا بالر، والعين دوت يحصل له كلابينج، بس نوعه ايه؟ توكسيك كلابينج مع الأوسلرز نوديول الجينوي إريثيما والسبلنتر هيمرج. الصورة دي كده أنا شايفة دي كده سبلنتر هيمرج لينير هيمرج كده موجود في الأندر سيرفس بتاع النيل، ودي باقي السكين مانيفستيشن بتاعت الإيه؟ الإنفكتيف إندوكاردايتس.